خمس غلطات بيخسروا الكتلة العضلية وبيضيعوا نتيجة الجيم. هولا اميجو، حليم معاك، دكتور علاج طبيعي ومرشدك في طريقك لبيتر لايف. بتروح الجيم بقالك فترة وبتقعد دم قلبك في اشتراكات ومتابعة مع كباتن، ده غير المكملات اللي اسعارها بقت في متناول تجار المخدرات، ومستني العجلة تدور وتبدأ تشوف تغيير بس مفيش فايدة. قطعة مية ونور، لا بالعكس كمان، ده انت بتنزل في حين ان صاحبك اللي بادئ معاك ربنا كرمه والدنيا بدأت تظبط معاه ويبان عليه تغيير. فتسأل، هو اللهم لا اعتراض وكل حاجة، بس هو ليه بدأ يبان عليه وانا لا؟ هو بيتمرن بأوزان وانا بتمرن بمارشميلو مثلا؟ فيرد عليك بالشماعة المثالية، الجينات. هي الجينات مهمة وكل حاجة، بس مش هي السبب الأساسي في تأخير النتائج لحد دلوقتي ولا خسارتك للعضلات. فأنا النهاردة هجاولك على خمس غلطات بتعملهم بيضيعوا نتائجك في التمرين وبيخسروك كتلة عضلية. الخمسة مش هتدهشك ولا حاجة، بس لايك سبسكرايب وفعل الجرس، شد الكرسي واكتب ورايا أول غلطة. قانون العشر عدات المقدس، كل تمارينك 3 في 10 4 في 10، أيوة لو جبت 11 حرام يعني العضلة هتعترض؟ قادر تكمل؟ كمل. الغرض من التمرين انك تحط حمل على عضلاتك، فجسمك يحس انه محتاج يبني عضلات اقوى فيتطور، انما كل مره لما توصل عند 10 عدات وتبطل، فجسمك بعد فتره هيتعود، هيبقى بالنسبه له مش حمل. المرحله اللي بعدها انه هيعمل 10 عدات دول بسهوله، فما عادش حمل خالص، هيتطور ليه؟ ده غير انك كده هتكون بتمرن نوع واحد من اشكال القوه العضليه اللي هو الباور، اللي بالمناسبه عشان تمرنه صح هتحتاج تلعب باقصى وزن ممكن تجيب بيه من 6 ل 12 عده. لسه فاضلك الانديورنس اللي عشان تمرنه هتحتاج اقل حاجه خالص تجيب عدات من 15 وانت طالع، وعشان تكملها كمان باكتر حاجه بتحفز الضخامه العضليه اللي هي السترينث، فهتحتاج تلعب باقصى وزن تقدر تجيب بيه من عده لثلاث عدات. فانت هتحتاج تلعب باوزان تجيب بيه عدات قليله، واوزان تجيب بيه عدات وسط، واوزان تجيب بيه عدات كتير، عشان تحفز نمو كل انواع الالياف العضليه وتسرع عمليه الريكفري. ويا سلام بقى، يا سلام لو اهتميت بالعده السلبيه. في كل تمرين بتلعبه انت بتزق الوزن عكس اتجاه المقاومه. في العده السلبيه انت مش بس بتزق عكس اتجاه المقاومه، لا ده انت كمان بتحكم في الوزن مع اتجاه المقاومه، يعني بتنزل بالراحه. يا خبر ابيض على العده السلبيه ونتائجها. في العده العاديه انت مش بتستخدم اكتر من 60 ل 70% من الالياف العضليه بتاعت العضله في نفس الوقت على مدار الرينج، ده في احسن تقدير. انما في العده السلبيه انت بتستخدم 100% من الالياف على مدار الرينج. احنا لما بنيجي نأهل حد بعد اصابه وعايزين نقوي عضلاته بسرعه بيبقى تركيزنا الاكبر على العده السلبيه. فشوف بقى انت بتضيع على نفسك فوائد قد ايه لما تسيب نفسك للوزن يمرجح. الغلطه الثانيه وهي التقليل من اهميه الاكل. خلينا متفقين ان جسمك مش عاوز يبني عضلات، لسه هيتمرن عشان يكسر الموجود ويشغل الهرمونات ويجيب طاقه من الكربوهيدرات والدهون ويجمع الاحماض الامينيه من البروتينات يبني بيها الياف جديده. خيله. فلو اي عامل من العوامل اللي هو محتاجها دي ما لقاهاش فهيتقمص ويقول لك مش لاعب، مش نفسك باللي موجود. فلازم انت تبطل له حجته وتوفر له كل اللي هو محتاجه. توفر كارب صحي عشان الطاقه على المدى القريب، وتوفر دهون عشان الطاقه على المدى البعيد، وتحافظ على تركيز المعادن والفيتامينات والهرمونات، وتوفر الفيتامينات والمعادن اللي بتشغل العمليات الحيويه اللي منها البناء العضلي. والاهم من كل ده هو الطوب اللي بيبني اللي هو البروتين. فما تجيش انت تقول لي لا انا ما دخلتش كارب كفايه، لا ده انا ما خدتش احتياجي من البروتين، ومش بحب الخضروات فانا مش هكفي احتياجي من الفيتامينز والمعادن. كمان انت دلوقتي في مرحله بناء ومحتاج توفر احتياجاتك وفوقها فايل سعرات، فما تجيش تقول لي انا هاكل وجبه ولا اتنين في اليوم هتدخل فيهم ايه ولا ايه. انت هتلاقي نفسك داخل في سكه من 5 ل 6 وجبات يوميا، منهم 3 4 اكل بجد مش سناكس. وصدقني دي نعمه كبيره، في ناس ما ينفعش تاكل اكتر من وجبه او اتنين في اليوم. الغلطه الثالثه هي الافوره في التمرين. الوحوش بتاعنا العتالين اللي بيدخلوا ياخدوا المجموعه في ظهر المجموعه على طول، مفيش وقت. بيتمرن كل يوم 7 ايام في الاسبوع، 30 يوم في الشهر، اقول لك انا هتمرن مرتين في اليوم. اهدى يا صاحبي، وقت الراحه مهم ويمكن اهم من وقت التمرين كمان. سواء كانت الراحه دي بين المجموعات عشان جسمك يعرف يصرف اللاكتيك اسيد ويتحسن فتعرف تأدي في باقي التمرين، او الراحه بين ايام التمرين عشان تدي لجسمك فرصه يعمل ريكفري ويبني عضلات اقوى. كمان لازم تعرف تختار الوزن المناسب اللي هيحط عليك لود مناسب عشان تتطور، لا يكون قليل قوي فما تتطورش ولا زياده قوي فتتصاب. وكل فتره كده لازم تفاجئ جسمك بحاجه جديده في التمرين عشان جسمك ما يتاقلمش، مره دروب ست مره سوبر ست، تكسر الروتين كل فتره. الغلطه الرابعه الاعتماد على الماشينز.
اوبا، هي الماشينز غلط؟ لا يا نجم، الماشينز مش غلط، اجهزة الجيم جميلة وزي الفل وبتعزل العضلات اللي المفروض انك بتمرنها، وكمان امان اكتر من الاوزان الحرة، بس فيها مشكلة انها بتعزل العضلات اللي بتمرنها وامان اكتر من الاوزان الحرة. شوف ازاي الاجهزة امان، بس الاوزان الحرة فيها ميزة ما ينفعش تغفل عنها، انها غالبا بتكون كومباوند اكسرسايز، يعني بتشغل اكتر من عضله في نفس الوقت، العضله اللي انت بتمرنها وكمان العضلات المساعده ليها، وده تاثيره على البناء العضلي بيكون اكبر بكتير من الاجهزه. فلو فضلت معتمد على الاجهزه بس في تمرينك، تطورك هيكون ابطا بكتير. وعشان نتجنب اخطار الاوزان الحره، فدور على التكنيك المناسب واختار الوزن المناسب ليك، وسمي وخش بدماغك يا وحش. اخر واهم غلطه هي المرقعه، وخلينا محترمين. انا بتمرن بقالي 5 سنين يا دكتوره. لا يا صاحبي، انت مش بتتمرن بقالك 5 سنين، انت بتدفع اشتراك الجيم بقالك 5 سنين، رحت انت بقى في ال5 سنين دول كام مره؟ ما يجوش 3 4 شهور على بعض. الاستمراريه هي العامل الاهم في اي هدف طويل المدى. البيت اللي اساسه متين بياخد وقت عشان يتبني، وبيتبني طوبه ورا طوبه، مش بيطلع مره واحده. فاصبر واستمر واعمل لايك فولو سبسكرايب، واحفظ راس لوجان بيتر لايف، كيب اون تراك.